السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ حلقة جديدة للعبة محاكي الشاحنات وشرح جديد ان شاء الله تستفيدوا في الشروحات اللي هنزلها خصوصا للعبة دي، لان دي النسخة الامريكية. النسخة الامريكية مفيش ليها شروحات كتير على اليوتيوب عموما. فبداية الحلقة طبعا هشرح لكم ازاي تزودوا الفلوس والخبرة في محاكي الشاحنات، سواء النسخة الامريكية او النسخة الاوروبية، الاتنين نفس الشرح. يعني لو انت عايز تزود الفلوس في النسخة الاوروبية هتستخدم نفس الشرح اللي انا هشرحه دلوقتي وهوضح لكم كل حاجة. يعني طبعا زي ما انتم شايفين هنا البروفايل ده لسه جديد، الليفل بتاعه اعلى حاجة اهو 151، الرايتنج 10، عندك الفلوس تقدر تقول 99 مليار تقريبا، يمكن اكتر، يعني رقم ما تعرفش ان انت تقراه حتى. فكبداية كده انزل اضغط لايك واشترك في القناة لسه اول مرة تشوفني وتابع معايا الشرح. خلينا نخش بقى ايه على الانترو بتاعنا. في البداية طبعا انت بتفتح اللعبة سواء امريكان تراك سيميليتور او النسخة الاوروبية اللي هي يورو تراك سيميليتور 2. طبعا بتعمل بروفايل جديد، ده البروفايل القديم اللي هو 151 اللي في 151. فاحنا طبعا هنعمل بروفايل جديد، هنخش على مانج بروفايل ونعمل نيو بروفايل. نعمل بروفايل جديد بقى عشان ايه؟ نبدأ شرح كده من الصفر. هنسميه مثلا مودي واحد، نختار هنا نخليه، اختار انت عايز الشخصية ذكر ولا انثى، نحدد اي حاجة، نختار احسن شاحنة اللي هي دي، نفس الاعدادات الكلام ده اكيد انتوا عارفينه يعني. ونسميه هنا مودي واحد او اي اسم انت عايزه. بنشيل علامة الصح دي وتأكد ان انت شايلها، بأكد عليك تاني اهو، اتأكد ان انت شايل علامة الصح دي. هنيجي نعمل كرييت ونعمل اسكيب ويزارد. طبعا البروفايل اصلا انتوا اكيد عارفين يعني البروفايل بتعمل ازاي، بس لازم اشرح لكم بالتفصيل. هنختار البلد اللي احنا عايزين ننزل فيها، كونفيرم. طبعا في البدايه بقى بيعلمك ازاي تلعب اللعبه وتوصل حموله فالحاجات دي هنختصرها. احنا نستخدم الكاميرا الحره، هنزل لكم شرح ليها ان شاء الله، هي والراديو. فهنستخدم الكاميرا الحره نتنقل على طول كده نخلص الحموله اللي هو هيجيبها لنا عشان نختصر وقت يعني. طبعا هنا هو بيعلمني اللعبه، فايه هنيجي هتنقل على طول للمكان اللي هو فيه الحموله اللي احنا نوصلها، لاس فيغاس لان دي امريكا. نيجي مثلا هي هنا تقريبا، هنا في الشركة دي. نختار اللي فوق، اختار اللي هي 90 XP وتعمل كونفيرم. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتلاقي فيديو الكاميرا الحرة، وانا قلت الكاميرا ولا الكاميرا ما علينا يعني، اعذروني بقى لان انا عندي برد وكده، ف هتلاقوا في اخطاء في الكلام. الكاميرا الحرة بتفيدك في حاجات كتير يعني، هتسهل عليك في حاجات كتير، بس هي طبعا مش بتشتغل غير في الاوفلاين والاونلاين بتاع ستيم اللي من جوه اللعبة نفسها، لكن في تراكرز ام بي ما بيشتغلش فيه الكاميرا الحرة. الشرح اللي انا بعمله ده انت الاول بتعمله اوفلاين وبعد كده تقدر تخش بيه اونلاين في تراكرز ام بي، لان في ناس انا بستغرب، في ناس بتيجي تقول لي ازاي ان انا ازود الخبرة بتاعتي والفلوس في الاونلاين. هي الاوفلاين هي اللي بتبقى ظاهره لك في الاونلاين اصلا، سواء تراكرز ام بي او الاونلاين اللي هو موجود هنا في اللعبة اللي هو كونوفيس. تمام، طيب احنا هنعمل حمولة واحدة لحد بس ما يظهر لنا البنك. شايفين في اختيار هنا تحت، اختيارات تحت هنا بس لسه ما ظهرتش. فهنعمل حمولة واحدة كده سريعة، نختار حاجة بسيطة جدا، حاجة قصيرة، اقل حاجة ناخد دي مثلا 164 ميل، معرفش يعني كام كيلو بصراحة، لان هي في النسخة الامريكية بالميل. النسخة الاوروبية انت برضو هتعمل نفس الحوار اللي انا بعمله، هما الاتنين اللعبتين نفس الشكل بس الاختلاف بقى في الشاحنات اللي جوه والطرق وكده. هروح انا لنفس المكان اللي هنوصل فيه الحمولة على طول عشان نختصر وقت، نسلم الحمولة. طبعا احنا لسه ليفل واحد، خلاص كده الحاجة بتاعتنا ظهرت هنا، وانا الاكس بي بتاعي لسه الليفل بتاعي صفر، والفلوس اللي معايا 5174 دولار.
فهنيجي نعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل سيف جيم، نسميه بأي حاجة، نسميه مثلا 1 2 3، وبعدين نخرج من اللعبة، نختار اللانش باد. مش لازم نقفل اللعبة، خلي اللعبة مفتوحة زي ما هي، ونيجي بقى على الخطوة اللي بعدها في البرنامج اللي هنستخدمه. طبعا البرنامج اللي انا هستخدمه في الشرح هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف. بتفك الضغط عنه عن طريق برنامج اسمه وينرار. هنفك الضغط وتخش الفولدر اللي هيظهر لك، هتفتح البرنامج ده تشغله كمسؤول، هتضغط عليه كليك يمين وتختار ران از ادمنستريتور، ولو الويندوز عندك بالعربي بتضغط عليه كليك يمين وتختار تشغيل كمسؤول. بيفتح لك الواجهة اللي قدامك دي، بتحدد اول حاجة انت عايز انهي لعبة بالظبط اللي انت عايز تزود لها الخبرة والفلوس، بتختار يورو تراك سيميليتور ولا امريكان تراك سيميليتور. فطبعا انا بستخدم امريكان تراك، فانا محدد عليها. هنا بتحدد على البروفايلز ال، يعني البروفايل اللي موجود في الجهاز نفسه. لو مكتوب اس بدل ال يبقى البروفايل اللي موجود في ستيم، وما انصحكش انت تختار اس، اختار ال، لان احنا كده كده واحنا بنعمل بروفايل جديد شلنا علامة الصح. علامة الصح دي بتاعت ستيم عشان بيسيف لك على النت، فلما يحفظ عندك في الجهاز احسن. بتيجي بعد كده تحدد البروفايل اللي عندك انهي واحد فيهم. طبعا احنا اللي احنا عاملينه الجديد اسمه مودي واحد، ده الجديد اللي احنا عاملينه. وبتيجي هنا حدد بقى انت عايز ده اخر سيف احنا عملناه، او بتحدد اوتو سيف اللي هي اخر حاجة الكمبيوتر سيفها لوحده. فنختار اوتو سيف او 1 2 3 دي اللي احنا عاملينها. فمثلا خلينا نختار 1 2 3، وبعدين تضغط في المربع الفاضي ده، هتبدأ تزود اول حاجة الليفل لأعلى حاجة 150، وبعدين تفتح كل الحاجات دي عشان يفتح لك الحمولات والطرق البعيدة. تمام، ده اول قائمة. نيجي اللي بعدها، بتشتري الاماكن كلها دي، الجراشات كلها تشتريها وتعملها ابجريد لاعلى حاجة، وبتيجي هنا تزود الفلوس لاي مبلغ انت عايزه، زي المبلغ اللي انا حطيته ده كده، اي مبلغ انت عايزه. عايز تشتري سواقين، تخلي سواقين يبقوا موجودين عندك وكده وتشغلهم. عايز تفتح الاماكن اللي في الخريطة عشان يبان لك ان انت زرتها يعني ورحت الاماكن كلها، بتختار فيزيت. بس انت مش محتاج اكتر، مش محتاج اكتر من كده. هتعمل سيف وبعدين نعم، نرجع تاني نخش لنفس البروفايل نتأكد برضو ان كل حاجة اتعملت تمام كده، كل حاجة معمول مفيش اي حاجة. لو جاب لك اي مشكلة اقفل اللعبة، ما تسيبهاش مفتوحة زي ما انا سايبها كده، وجرب ان انت تطبق الشرح. طبعا هو لسه ليفل صفر، لكن احنا لما نخش جوه ونختار بقى السيف اللي احنا عملناه، هيبدأ ان هو يجمع الفلوس اللي احنا ضفناها كلها والخبرة والحاجات اللي احنا عدلناها كلها في الملف بتاع البروفايل. فبنيجي نخش على السيف، نخش على لود جيم، نختار السيف اللي احنا سميناه باسم 1 2 3، لان هو ده اللي احنا زودنا فيه الفلوس والخبرة. زي ما انتم شايفين الفلوس بقت كام، يعني رقم ما تعرفش تقراه اصلا، والليفل بقى 150 كده. بقى انت تقدر تشتري اللي انت عايزه، تشتري مثلا حمولات، تشتري مش عارف ايه، براحتك انت يعني. وطبعا لو عايز الشركات بقى بتاعت العربيات، عايز تفتح شركة عشان تشتري عربية وكده، هتضطر ان انت مثلا تخش ايه، نشتري واحدة زي دي كده عشان يفتح لنا الحاجات، يفتح لك شركات العربيات وتقدر تشتري عربية. مثلا ناخد كارد من البنك، لان ده بروفايل جديد هتلاقي في حاجات كتير مش مفتوحة لك. ماشي، احنا عندنا دي. طبعا محتاجين ان احنا نشتري عربية الاول. هتيجي تخش تراك ديلر، لسه ما اتفتحتش. ممكن نعمل حمولة واحدة ولا حاجة، هي الفكرة بس ان احنا نفتح اي شركة نشتري منها عربية. بعد كده سهل بقى. انا دلوقتي خدت حمولة، المنطقة اللي انا فيها يعني انا في لاس فيغاس تقريبا، بتتقري كده تقريبا. الحتة دي بتفكرني بلعبة جي تي اي سان اندريس. اه والله، هتلاقي في علامات استفهام في الخريطة. ماشي، شايفين في الخريطة اللي تحت في علامات استفهام،
علامات الاستفهام دي بتبقى عربي، معرض عربيات بس مش كلها يعني، في اماكن واماكن هتلاقي في مكان تاني اكيد. تقريبا هنا في مكان، غالبا هو المكان ده هنا كده. ايوه هنا مكان الفولفو، شاحنة الفولفو هنا في المكان ده. بتدور على علامة الاستفهام اللي موجودة في الخريطة ونتنقل ليها كده. فتح لنا الجراج بتاع شاحنات الفولفو، نقدر نشتري بقى اي شاحنة فولفو احنا عايزينها. تمام طبعا انا هلغي الحمولة دي، مش محتاجينها بقى خلاص. كده بقى معانا شاحنة، جبنا الشاحنة الفولفو بتاعتنا. هتقدر بقى تخش لو عايز تشتري واحدة تانية، لازم ان انت تروح تزور الجراج بتاع الشاحنة. يعني عندك في جراج هنا، في معرض هنا سيارات، اي علامة استفهام هنا في البلاد دي فقلبها معرض سيارات، لازم تزوره عشان يظهر لك في الخريطة وتقدر تشتري منه. انا فتحت بتاع الفولفو، اقدر اشتري بقى اي واحدة انا عاوزها. ماشي طيب، التعديل ان انا اعدل مثلا على الشاحنه بتاعتي. هتخش على تراك مانجر، تيجي تضغط هنا تختار ابجريد، بيقولي ان انا سايق العربيه فلازم اخدها واروح لمركز الصيانه واعدلها بنفسي. بس هو ده كده الشرح بتاع النهارده، اتمنى يكون الشرح كان سهل ان شاء الله وتكونوا كلكم استفدتوا. بس والله الفولفو صوتها حلو، صوتها حلو وكمان شكلها حلو هنا. يعني انا كنتش متخيل ان شاحنة الفولفو الامريكية يبقى شكلها حلو كده، بس شكلها حلو بأمانة. فاشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، متنسوش اللايك واشتركوا في القناة. سلام.